نحن اليوم في الأردن وفي الجامعة الحسين التقنية ولتنظيم المؤتمر ولا الفعالية الثانية لتاد بالعربي الإقليمية، وهي كما تعرفوا تاد بالعربي هي شراكة بين تاد العالمية، منظمة تاد العالمية أو ومؤسسة قطر لنشر الأفكار والقصص والآراء الموجودة ولا من مختلف العالم الناطق باللغة العربية. ونحن اليوم موجودين هنا في الأردن كما ذكرت الفعالية الثانية اللي تاد بالعربي، وهي تمهيد للفعالية ولا المؤتمر الرئيسي اللي يكون إن شاء الله حيكون في الدوحة في مارس 2023، واللي يكون ومن خلال واليوم حنطلق الحملة شارك آرائك، ونحن حنبحث على آراء جديدة وأفكار وقصص من العالم العربي ومن مختلف أنحاء العالم حتى نشارك آراء وقصص باحثين وفنانين ومخترعين من جميع أنحاء العالم. هذه الفعالية خلينا نقول إنها سلسلة فعاليات راح تكون أيضا متواجدة في الوطن العربي كلها. راح تكون إن شاء الله الفعالية الرئيسية في الدوحة في عام 2023 اللي راح تعطينا تجربة خلينا نقول مؤتمرات تد في الشرق الأوسط باللغة العربية. راح يكون إن شاء الله الاختيار على 16 متحدث اللي راح يقدمون أفكار مبتكرة وملهمة للشباب العربي، وكلها راح تكون باللغة العربية. إحنا في المؤسسة راح نحاول إن نبرز اللغة العربية وأثرها في العالم العربي، نثري شبابنا باللغة العربية. هذه الشراكة طبعا هي لمدة 3 سنين بين مؤسسة قطر وتد، وتعكس التزامنا إحنا مؤسسة قطر بإثراء اللغة العربية وتعزيزها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. تم بعد أيضا تم إنشاء منصة رقمية حق تحتوي على مكتبة غنية لمحتوى تد بالعربي، وإن شاء الله راح تنضم فيها مدونات وفيديوهات ودروس من تد. هذا أكثر شيء، وغيرها طبعا هذه المحتويات اللي راح تكون ذات الصلة باللغة العربية راح تكون أيضا في هذه المنصة.